مرحبا بك دكتور. دكتور، المرة الثالثة على التوالي يتم تأجيل جلسة أو استئناف الحوار الوطني بعد ما كانت جلسة الاستئناف مبرمجة لصباح الأربعاء تأجلت لصباح الجمعة من بعد عشية الجمعة من بعدها وتم استئنافها لنهار الاثنين. كيفاش تشوف هالتأجيلات المتتالية هذا يا دكتور؟ ستكون بسبب اختيار أعضاء الحكومة خاصة الحقائب السيادية، لأنه السيد بادي جمع أنه يقع شبه إجماع عليه، لأنه في الواقع أطراف كثيرة يعني وفاعلة في الحوار لم تشارك ولم تصوت له. حتى جريدة لومون تتحدث، الفرنسية تتحدث أنه تم اختياره بضغط خارجي. ضغط خارجي يعني مقصود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. بضغط خارجي يريدون شخص يفهم في الصناعة وفي هذه الوزارات والاقتصاد حتى يتعاملوا معه. لكن طبعا الصعوبات الحقيقية التي سنراها مستقبلا في الحوار الوطني في اختيار وزراء السيادة، من سيكون وزير الداخلية؟ لأنه من سيمسك الداخلية سيفتح ملف الإرهاب، والإرهاب استعصى في تونس كما قلنا مرة من المرحلة الأولى التي يستهدف فيها الطاغوت أي رجال الشرطة والجيش، إلى المرحلة الثانية الإعلاميين والسياسيين، إلى المرحلة الثالثة وهو الاقتصاد الوطني أي الفنادق. والله عالم ربما يمر لقدر الله للمرحلة الرابعة إلى الإرهاب الأسود الذي لا يميز بين أحد. إذن حقائب السيادة مثلا مطروحة بعنف وبشدة وربما لا يتفقوا حتى على حقائب السيادة. أضف إلى ذلك طبعا وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وخاصة وزارة القضاء، لأن القضاء يبدو إلى حد الآن ما زالت السلطة التنفيذية تستخدمه في كثير من الأحيان بشكل مباشر أو غير مباشر ضمني في عمليات تصفية سياسية لخصومه. نعم، علاش ما تكونش النظام الداخلي للحوار، خاصة أنه كونوا حركة نداء تونس والجبهة الشعبية وحزب المسار اجتمعوا البارح في الليل وطالبوا بشروط معينة تهم طريقة الحوار وطريقة النقاش بين بقية الأحزاب للعودة للحوار الوطني، وهما اللي طالبوا بتأجيل جلسة الاستئناف في الحوار الوطني لنهار الاثنين. أما لأنه من الداخل فهذا حقهم المشروع، وأنا شفت حتى موقفهم من السيد مهدي جمعة كان موقف الجبهة الشعبية راديكاليا رافضا، بينما كان موقف نداء تونس قابلا ومستعدا للحوار والنقاش في الموضوع. يعني أقل حدة لا التي قالتها نداء تونس أقل حدة من لا الجبهة الشعبية، جاء الجبهة الشعبية واضحة وصارمة. يعني ويستمر المسلسل المكسيكي، سامحوني في الكلمة، لأنه حال عندنا مسلسل مكسيكي لحد الآن. سببه أننا لم نقم بانتخابات ولم نلتزم بها في 23 أكتوبر 2012. لو مثل كل عام الكل التزمنا بمواعيدنا الانتخابات هذه 23 أكتوبر وفي 2012 وانهينا الدستور، عملنا انتخابات رئاسية وتشريحية، إلا ما نوصلش لا في حوار وطني واحد وحوار وطني اثنين وتدخلات خارجية. يعني أعطيته تعبير اسمه المسلسل المكسيكي. ما معنى المسلسل المكسيكي؟ يطول يمل الإنسان، رغم في أحداث مشوقة لكن في لحظة معينة من كثرة الحلقات يمل الإنسان. ولو أن الحوار كمبدأ مفتوح ودائما في السياسة موجود إلى الأبد، يعني لا يجب أن ينقطع مع كل الفصائل وفيما بين كل الفصائل، لكن أعتقد مواطن تونسي أرهق بحوار. وما هو حتى الهدف؟ يليت الحوار يعني ينقص له في سعر الفلفل أو ينقص له في سعر اللحم أو يرد الأسعار على الأقل كما كانت سنة 2010. حلم المواطن التونسي يستعيد أسعار 2010، يمشي المارشي سنترال يلقى كيلو اللحم بعشرة دينارات وليسونس بكسومة ذاكا إلى آخره. أصبح ولا عنده حلم لأنه الأسعار طائرة في النار، والملف الاقتصادي اللي هو أكثر تعقيدا ما يحكي عليه حد، بينما الأمور تتفاقم اقتصاديا. تونس حتى خرجت من منظمة دولية للتقييم لأن ما عادش نجد تتحمل حتى على سمعتها، لأنه خلاص بدينا نخبو في الأسفار كالتلميذ الفاشل. فبإذن الله فر كل ما ينقصوا له حاجة رك راسه براسه، فقرروا أن يخرج من المدرسة هذه أصلا. تونس يعني هي القدمة تمطب حتى تخرج من منظمة هذه حتى لا تفضح عالميا إن صح التعبير بأداء الاقتصادي السيء. إذن نحن نترك الاقتصادي الأهم ونركز كثيرا على السياسي باعتبار السياسي قد ينقذ الاقتصادي، لكن الحاصل العملي ما زالت معقدة. كما قلنا ثم تدخل خارجي هذا عن طريق لوموند. لو ما كنتش لوموند ما جبتش مثال، لأنه لوموند درسينا جدا في الغرب مرتبطة بالخارجية الفرنسية، ولم يزل فيها مقال تعني ما تقول.
نعم. جرائد شعبية. نعم. نعم دكتور، فما أخبار أخرى يعني قاعد الدول فيها برشا صحف وطنية اليوم، وخلينا نختم بسؤال هذا بعجالة، وقاعد الدول أيضا على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي على إمكانية تحالف حزب جديد باش يجمع الحزب الجمهوري، حركة النهضة، تحالف الديمقراطي، المبادرة وأثق تونس. كيفاش تشوف إمكانية، هل ممكن أنه يصير التحالف هذا، لسيما كونه الحزب الجمهوري مصر على عدم العودة للحوار الوطني، وكيف كيف شفنا الفترة الأخرانية التوتر الكبير بينه وبين حركة نهضة تونس؟ ممكن جدا فعلا التحالف، لأنه حركة النهضة حسب رأيي من الأحزاب ربما القليلة في تونس اللي عندها استراتيجيين ومخططين ومجمع التكتيك إلى آخره، وجدت نفسها مع في حينما حصرت نفسها في الترويكا، وجدت نفسها يعني تدفع ثمن أخطاء رئيس مصر المرزوق خاص بخاصة، ويعمل تصريح يعمل كذا يعمل كتبس، وجدت نفسها يعني ملزمة بما يقول. وراشد الغنوشي حتى أؤكد على كلامك، نذكر جيدا حواره في قناة نسمة، لأن الحوار كان هام جدا وكل كلمة كان حسبها وزنها، وعطى فيه إشارات واضحة جدا، منها أنه المشهد السياسي تغير، بمعنى أنك يا مرزوقي ومصطفى جعفر يا تكتل ويا مؤتمر لم تعودوا مثل السابق. وهذا صحيح، لأن حزب مؤتمر انشق على 4 أو 5 أو 6 أحزاب، يعني كتل البرلمانية خرجت إلى آخره، فضعف كثيرا. الخارطة السياسية تغيرت على اعتبار أن الحزب نداء تونس جاء وتشكل بقوة وانتشر بقوة، ولم يكن موجود أصلا أيامات انتخابات 23 أكتوبر. إذن هو أعطى الإشارات هذه في التلفزة، وكانت إشارات ذكية في الواقع، هذه تهيئ لقواعده بأنه سيعيد أيضا خارطة تحالفاته. يعني حركة النهضة ستعيد خارطة تحالفاتها، أول من مرشح هو حزب الجمهور، نعرف السيد أحمد نجيب الشابي، وأنا شخصيا أعرفه يعني عملت معه من حوالي 25 سنة، أعرفه جيدا، هو شخص مرن جدا براغماتي، ممكن يمشي من نقيض إلى نقيض ويتحالف مع تنظيمات قد تكون خصومه في ذات يوم، براغماتي جدا، ففي هذا الإطار ممكن يمشي، وكان معه في هيئة 18 أكتوبر إلى آخره، وكان متضامن مع حركة النهضة ويدافع عنها، وهي في الواقع أول من اتصلت به هو يعني من أجل تشكيل حكومة ائتلاف. الأحزاب الباقية أيضا مثل المبادرة وغيرها أعربوا عن استعدادهم للتعامل مع حركة النهضة. إذن تونس يبدو حسب رأيي إن شاء الله تمشي في هذا الاتجاه، وهو اتجاه سليم حسب رأيي، انطلاقا من مفاهيم علم السياسة وعلى الأقل من التجربة السويسرية، وماشية مثل سويسرا للوصفة السحرية الدائمة، بمعنى مجموعة أحزاب رغم أنها متناقضة تعمل تحالف ائتلافي طويل المدى. سويسرا من عام 59 عام 1950 وإحنا نعيش بحكومة فيدرالية من 7 وزارات متشكلة من وزراء متناقضين. شنو الإضافة اللي باش يحقق التحالف هذا جديد لو صار دكتور؟ الإرادة السياسية، لهذه الأحزاب والله اللي يفكر في مصلحة تونس، يخفف من رغباته الشخصية وطموحاته الحزبية ويفكر في مصلحة تونس. مصلحة تونس تريد هذا الوفاق، التوافق الوطني العريض على نوع الوصفة السويسرية لا فورميل ماجيك، بمعنى 6 7 8 أحزاب الكبرى تعمل حكومة واحدة وتكون دائمة. ليش علاش ما تكون دائمة يعني على سنوات وحتى عقود، لا حتى نتجنب الهزات السياسية، ونهتم بأهم شيء على الإطلاق هو الملف الصناعي الاقتصادي الاجتماعي. الاقتصادي الاجتماعي المنسي تماما من قبل السياسيين. الأسعار تتفاقم، الفقر يتفاقم، البطالة تتفاقم، ولا أحد يهتم بذلك، كل الناس تتصارع عن السياسة. عملنا الوصفة السحرية، فالجميع سيهتم بالاقتصاد وبالاجتماع. نعم إن شاء الله. شكرا لك دكتور الرياسي داوي، رئيس مركز دراسات والبحوث العربية بجنيف، إن شاء الله نهارك مبروك، ونتلقى إن شاء الله السبت الجاي. بارك الله فيك. شكرا لكم، بارك الله فيك. إلى اللقاء.